بعد أربع سنوات من إطلاق الرؤية السياحية ل2020 لابد من الوقوف على حصيلة هذه السنوات، فبالأرقام بلغت المداخل 174 مليار درهم ما بين 2011 و2013، كما سجل القطاع حتى نهاية العام الماضي زيادة في عدد السياح بنسبة 8% مقارنة مع 2010. حقق الحمد لله بعض النتائج اللي هي جد مستحسنة، يعني بزيادة في 9% خلال هذه السنة و8% خلال السنة الماضية، يعني هذه النتائج جد مهمة. ولكن في نفس الوقت وبالمقارنة مع ما يمكن ما كان بالإمكان تحقيقه نظرا لهذا الظرفية بالضبط، كان ممكن أننا نحقق نتائج أفضل. ولتحقيق نتائج أفضل تم اعتماد إجراءات من شأنها تسريع وتيرة أوراش رؤية 2020. أعتقد أن المغرب يسير في الاتجاه الصحيح 100%. الأهداف التي رسمها والأسس التي اعتمدت عليها الاستراتيجية أسس صحيحة. الاعتماد على السياحة المستدامة، تنويع مصادر السياحة، تنويع المنتج السياحي، هي أهداف الآن المجتمع العالمي كله يسعى إليها. أشغال هذه المناظرة ركزت بالأساس على دراسة تحديات الاستثمار السياحي لتحقيق طموح الصناعة السياحية المغربية في أفق 2020 وتموقع المغرب كأفضل 20 وجهة سياحية عالمية. يجب حاليا تنويع مصادر الاستثمار من أجل تجهيز مشاريع الترفيه التي تبقى جد محدودة، ذلك حتى تتمكن السياحة المغربية أن تتموقع على الصعيد الدولي وتصبح أكثر تنافسية. اليوم يعني أنا نشوف اللي هو اليوم على الاستثمار، يعني الانفستيسمون هو مهم جدا، علاش؟ خاطر السياحة هي نجم نقوله صناعة، اون اندستري، وثم كثير من البلدان في العالم اللي ما خذوهاش يعني سيريوزمون. احنا اليوم نقولوا ثم مليار، يعني 1 مليار تاع سائح عالمي، 10 سنين اخرين باش يكونوا 2، يعني 2 مليارات. كيبقى الورش الحقيقي والكبير اللي غادي يتم التداول عليه اليوم هو ورش الاستثمارات والتمويل ديالها، لان بدون استثمار وطاقه استيعابيه مهمه لا يمكن لبلد ان ينافس الوجهات المهمه سياحيا على المستوى الدولي. وعلى هامش هذه المناظرة وقعت مجموعة من الاتفاقيات بين وزارة السياحة وقطاعات حكومية من أجل دعم السياحة وتسريع أوراش الرؤية السياحية ل2020.